يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي توفيت وقد أوصت عند وفاتها أن تبقى أخواتي يدرسن خارج هذه البلاد. نعم عيد. أمي توفيت وقد أوصت عند وفاتها أن تبقى أخواتي يدرسن خارج هذه البلاد، وقد تبين لي ولوالدي أن بقاء أخواتي في تلك البلاد ودراستهن هناك ليس في مصلحتهن. سؤاله: هل يجوز عدم تطبيق هذه الوصية؟ نعم، الوصية فيها ضرر، لا يجوز العمل بها وفيها ضرر على البنات. نعم، فلا يلزم العمل بها. نعم.